السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعي موقع شوف إزاي. النهاردة إن شاء الله هنشرح درس صغير كده بعنوان إزاي تقدر تحمي التطبيقات أو البرامج بتاعتك من إن أي حد يقدر يشغلها في عدم وجودك إلا عن طريق باسورد يدخلها قبل ما يقدر يشغل البرنامج. يعني لو أنت عندك برنامج معين أو EXE معينة ومش عايز حد يقدر يفتح البرنامج دوت أو يشغله في عدم وجودك، بتحط عليه باسورد عن طريق تول كده أو برنامج صغير بنستعمله، بتحمي بيه البرنامج ما تخليش اي حد يقدر يشغل الاي اكس اي ديت الا عن طريق انه يدخل الباسورد ديت. الطريقه ببساطه، هنفتح مع بعض كده صفحه الانترنت، هنخش على موقع اسمه kaksoft.com، خش هنا على برودكت اي اكس اي لوج، هنعمل داونلود، بيبدأ يحمل. بمجرد ما ينتهي ان شاء الله من التحميل، تقدر عن طريق البرنامج دوت انك زي ما قلنا تحط باسورد على اي exe انت عايزها. طبعا ده الدعم الفني بتاع الموقع، يعني ممكن لو عايز تشات معاهم او لا. يعني بمجرد ما هينتهي هيبدأ ينزل لنا هنا، انتهى التحميل بالفعل. ادي البرنامج، دبل كليك على البرنامج نشغله، رن. ادي واجهة البرنامج، هو برنامج بسيط جدا، في هنا حاجة اسمها زرار اسمه سيلكت، هندوس عليه ونبدأ نختار مثلا من على الديسكتوب عندنا الـ EXE بتاعت البرنامج اللي احنا عايزينه ما يقومش الا عن طريق باسورد، زي مثلا هنجرب يعني على انترنت داونلود مانجر. اوبن، حط الباسورد مثلا 123، حطها مرتين، مره هنا ومره هنا. بعدين بنعمل لوك، ننتظر لحظات بتطلع رساله ان خلاص البرنامج ده لوكت سكسسفولي، خلاص اتقفل. اوكي، بنقفل البرنامج. نيجي بقى نشغل البرنامج، يقول لك لازم تدخل الباسورد. لو دخلت اي باسورد، يعني طبعا الباسورد مش مظبوطه، عشان تشغله مالكش غير طريقه واحده، انك لازم تدخل الباسورد اللي هي 123 اللي احنا دخلناها لما كنا بنقفل البرنامج. نقول له اوكي، فتح معانا البرنامج. طيب ازاي بقى ان احنا نقدر نرجع تاني البرنامج يفتح من غير باسورد؟ دبل كليك رن، هنفتح هنا سيلكت، نختار برضه نفس الطريقه بالظبط، نختار البرنامج بتاعنا، نقول له اوبن. سوري، طبعا لازم في البدايه يكون لو البرنامج مفتوح عندك لازم تقفله، دي لازم قبل ما تجرب لازم البرنامج يكون مقفول، لازم يكون مقفول مش شغال. نعمل سيلكت، نرجع تاني للداونلود مانجر، 1 2 3 انلوك، خلاص كده ايه انلوك سكسسفولي، خلاص البرنامج يقدر كده اتشلت عليه الحمايه او الباسورد اللي احنا كنا حاطينها. نجرب كده مع بعض، فتح على طول من غير اي باسورد. اتمنى يكون الدرس مفيد وعجبكم. نتمنى نشوفكم ان شاء الله على الويب سايت عندنا او على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك او على تويتر او على صفحتنا على اليوتيوب. تابعوا كل فيديوهاتنا ان شاء الله على القناة. كان معكم محمد فريد من موقع شوف ازاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.